وقال بعض الإخوة إن الشيخ لم يقل له أحد لا تخطب، ولكنه أراد ألا يحرج نفسه في هذا الموقف الحساس، فانسحب مختارا من نفسه ولم يصعد المنبر. وأود أن أقول لهؤلاء الإخوة الأحبة إني منذ اعتليت المنبر لأول مرة في حياتي وأنا ابن 17 في قريتنا الصغيرة منذ 60 عاما قد أخذت موثقا مع نفسي وموثقا مع ربي ألا أقول فوق هذا المنبر إلا الحق، لا أخاف في الله لومة لائم ولا نقمة ظالم. شعاري قول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وطالما خطبت قبل أن جئ إلى قطر وبعد أن جئت إلى قطر ومن قبل قطر، كم كلفتني هذه الخطب في السجون والمعتقلات، ولكن أحمد الله أن هذا لم يثن عزمي ولم يحن رأسي، سأظل أقول الحق ما حييت، وإن أحدا لا يملك أن يقدم أجلي أو يقطع رزقي، فالأرزاق مقسومة والآجال محتومة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها.